طيب بسم الله، احنا عايزين بقى نبني اللاب اللي هنشتغل بيه في المالتي دومين انفايرومنت. احنا اوريدي عندنا لاب بنينه بالسنجل دومين انفايرومنت، بدل ما نهد اللاب ده كله ونبنيه من جديد بالمالتي دومين انفايرومنت، احنا هنعدل فيه. طيب هنا احنا محتاجين ايه؟ محتاجين دومين اسمه كامل دوت كوم، ويبقى فيه ايه؟ بي دي سي واي دي سي. طب ما اوريدي في الديزاين ده عندنا دومين اسمه كامل دوت كوم، وهنا في السايت اللي اسمه اليك في بي دي سي واي دي سي. بس في هنا ريس مرمي في كايرو وريس مرميها في طنطا. خلاص هنعمل ايه؟ هنيجي على ده نشيله، هنعمل له دي موت ونيجي ده على ده نشيله. طب احنا عايزين ايه مكانهم بقى في الديزاين ده؟ عايزين يبقى الجهاز اللي في كايرو ده يبقى هو الريس بتاع التشايلد، والدومين اللي في طنطا ده او الريس اللي في طنطا ده يبقى ده الريس بتاع احمد دوت كوم اللي هو التري. تمام كده؟ خلاص يبقى احنا الخطوه الاولانيه اللي هنعملها دلوقتي هنيجي على اي دي سي 2 نعمل له ان انستول، يعني نلغي من عليه ان هو يبقى اديشنال ونلغي من على ده ان هو يبقى اديشنال. نعملها ازاي الحته ديت؟ هروح على اي دي سي 2 ده اللي هو المفترض في فرع كايرو. اقول له انا عايز مانج ريموف رول اند فيتشرز، نيكست نيكست. عايز اقول انا عايز ادلت من عندك خدمه الاكتيف دايركتوري دومين سيرفيسز، ريموف. بيقول لي معلش ده انت عشان تشيل الخدمه دي لازم تعمل ديموت للدومين كنترولر ده. طيب يا سيدي هقول له انا هعمل ديموت الاول. طيب طبعا لازم اديله هنا يوزر اللي هو مين؟ سلطان، لان الجهاز ده وهو بيعمل ديموت لنفسه هيروح يبلغ، خلي بالك هيروح يبلغ ده ويبلغ ده، يقول لهم خلاص انا طلعت بره المنظومه بتاعتكم، ما بقتش ريس اضافي ليكم. فانا هنا اهو طبعا الكرنت يوزر اللي انا عامل بيه لوجن هو سلطان. بيقول لي هنا فورس ريموفال، يعني المفترض ده بيروح يتكلم مع دول، فرضا ده ما عرفش يوصل لدول يشيل من عنده الخدمه، انا هقول لا لا يا عم مش عايز فورس، او مش فارق معانا كده كده هيروح يكلمهم دلوقتي. نيكست. بيقول لي ايه الريس ده عليه دي ان اس وعليه جلوبال، متاكد ان انت عايز تريموف؟ نيكست. طب المفترض بقى اللي هو هيرجع للورك جروب انفايرومنت تاني، او هيحتاج يشتغل بالسام تاني، فمحتاج باسورد الاكونت اللي في السام، اديها له باسورد نيكست ديموت. طيب وبالمره كمان هروح على الار او دي سي ده هعمل له نفس الكلام، نكست. لا مش من هنا، مانج ريموف رول اند فيتشر، نكست نكست هلغي دي. حتى مش لازم الغي دي لان انا كده كده هسطبها تاني. ده شغال اهو. وده بيقول لي برضه لازم نعمل ديموت. هنا نيكست بروسيد وذ ريموفال، نيكست. مش محتاجينها دي، نيكست. تمام كده، نيكست. ده هيبدأ عملية الديموت، ده خلص اهو ديموتد. بص بقى لو رحت على البي دي سي وفتحت تولز اكتيف دايركتري يوزرز اند كمبيوترز، خلاص ده ما بقاش ريس في المنظومة بتاعتنا. هنفتح بقى كده، المفترض بقى لو دخلت في دومين كنترولرز ما بقاش فيه مين بقى اللي هو اي دي سي 2.
بس المفترض لو دخلنا في كمبيوتر هلاقيه موجود هنا كممبر في الدومين، يعني كأن الجهاز ده بس عامل جوين في الدومين، لكن ما بقاش راسه زيها، راسه براس مين؟ البي دي سيز التانية اللي موجودة، ومش هيريبليكيت معاهم. انا بقى ممكن اطلعه من الدومين وارجعه ورك جروب تاني بس بعد ما يخلص هي ريستارت. طيب ده هنا ار او دي سي اهو، الراجل ده خلص. مفترض بقى لو رحت هنا كمان على ده ريفرشايه، ده طلع خلاص ما بقاش في المنظومة بتاعتنا. ولو رحت هنا المفترض نزل هنا هو كجهاز عادي جدا. انا هطلعه من الدومين خالص ولا كأن ده كان ريس موجود معانا. اقول له هنا سند الت كنترول ديت، ممكن اعمل لوجن عليه اما بكامل سلطان او اعمل لوجن عليه باكونت من السام بقى ادمنستريتور، والباسورد اللي انا كتبتها من شويه وانا بعمل له ريموف. اوكي انا كده عامل لوجن عليه باكونت من السام، والار او دي سي هعمل عليه نفس الكلام. تمام وده برضه ممكن اعمل عليه لوجن باكونت من السام، او ممكن اعمل لوجن عليه ما هو ستيل لسه عامل جون للدومين بس ما بقاش رئيس. اوكي بالمرة تعالى نعمل هنا لوجن بسلطان. اوكي طيب طبعا الجهاز ده بنفس الاي بي بتاعه بنفس بياناته، بس هنعدل بقى، هنبدأ نخليه في دومين جديد child وده في دومين جديد tree. اتاكد بس من الكونفيجريشن بتاعه الدي ان اس عنده، وده نفس الكلام هتاكد من الكونفيجريشن. المفترض ده بروبرتيز الاي بي بتاعه 3250 ومؤقتا الدي ان اس بتاعه 1200 زي الفل كده لحد ما ننستول الاكتيف دايركتوري عليه. وده نفس الكلام اتاكد برضو من هنا، ده 1200 تمام مظبوط. اوكي خلاص اتاكد بقى ان الرول اللي اسمها اكتيف دايركتوري دومين سيرفيسز متسطبه. انا كنت حاولت اعمل لها ريموف من شويه قال لي لا لازم تعمل ديموت الاول، فانا خلصت الديموت. هل هو شالها ولا ما شالهاش؟ هي موجوده ما اتشالتش. طيب زي الفل، يبقى انا جاهز دلوقتي ان انا اقول له طب بص انا عايز ابروموت هذا السيرفر، بس المره دي مش هخليه اديشنال بقى، انا هخليه ريس لدومين جديد. وده برضو نفس الكلام مش هخليه اديشنال، انا هخليه ريس لدومين جديد. تعال نبدأ بده، انا اوريدي عامل لوجن بسلطان فخلاص انا كده مش محتاج احدد له كريدنشال هنا. أنا عايز ايه؟ نيو دومين تو ان اكزيستنج فورست. اسمه ايه بقى الدومين ده؟ هيبقى كايرو نيكست تشايلد. ده قبل ما يحمل هنا ده هقول انا عايز نيو دومين، والمره دي هخلي ده ايه تري احمد دوت كوم. الطبيعي لو ما كانش ده عامل جوين للدومين كنت هخش في تشينج هنا
واكتب له اليوزر نيم والباسورد اللي هما بتوع مين، بتوع سلطان. بس انا طالما عامل لوجن على الجهاز ده بسلطان مش محتاج اكتبهم. عايز الليفل بتاعه ايه؟ انا هخلي الليفل بتاع ده 2008 R2. اه بص، هو اوتوماتيك عمل ديتكت ان هو في انهي سايت، في كايرو. ما احنا مظبطين السايتس هنا اهو. لو انا فتحت تولز اكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز، دي مظبطينهم السيناريو الاول. وطبعا ده كمان هيديتكت ان هو لما اقول له تمام تمام نيكست، ده المفترض ده عمل ديتكت ان هو تبع كايرو، وده هيعمل ديتكت ان هو تبع طنطا من الاي بي بتاعه. بص كده، نروح هنا بقى، احنا عاملين اهو اليكس وكايرو في طنطا، وفي السبنت واحد واثنين وثلاثة. فاوتوماتيك عن طريق الاي بي عرف السايت بتاعه. وهنا لسه بيحمل. طب نخلص ده، خلينا الليفل تمام، هيشتغل دي ان اس والجلوبال كاتالوج تمام. طبعا مش هعمله ريد اونلي، ده اول ريس في الدومين بتاعنا. تمام نيكست. هنا بقى لسه ده بيحمل اهو، خلص اهو، نكمل ده تمام. ده هيبقى ليه الدي ان اس الخاص بيه. نيكست. نيكست. ده لسه بيحمل تمام. هيبدأ بقى يكريت لي الداتابيز بتاعت الاكتيف دايركتوري الخاص بالدومين ده. نيكست. يلا بينا. نيكست. هيتشكل بري ريكويزيتس، وبعد كده هقول له ايه، انستول. الراجل ده برضه هحدد الليفل 2008 R2. وبص، هو عمل ديتكت اوتوماتيك ان هو تبع طنطا. باسورد باسورد. نيكست نيكست. ده خلاص، ابدأ يا عم اعمل انستليشن. نيكست. وده كمان هيتشيك البري ريكويزيتس واسيبه يعمل انستول. طيب ده بيعمل انستول، وده اول ما يخلص هدوس على انستول ونرجع تاني بعد ما يخلصوا الانستليشن. طيب تمام، هنا خلص اهو. اقدر اعمل لوجن عليه طبعا سلطان، اقدر اعمل بيه لوجن على سواء الريس اللي في الدومين ده، او الريس اللي في الدومين ده، او الريس اللي في الدومين، لان طبعا سلطان ده الانتربرايز ادمن. فخلينا كده نعمل لوجن هنا بسلطان. تمام. وهنا كمان هعمل لوجن بسلطان. تعال نشوف بقى ايه اللي حصل في الانفايرمنت بتاعتنا. لو فتحنا كده تولز اكتيف دايركتوري دومينز اند تراستس، هلاقي ان احنا بقى عندنا في المنظومة بتاعتنا كامل وكايرو واحمد. طيب ولو فتحت اكتيف دايركتوري يوزر اند كمبيوتر، بص كده هلاقي ايه؟ هلاقي ان الجهازين دول اتعمل لهم ديسيبل. ليه؟ لان اصلا الجهازين دول طلعوا من الدومين بتاعنا وراحوا عاشوا في دومين جديد. ده بقى الرئيس بتاع الدومين اللي اسمه كايرو دوت كامل دوت كوم، وده بقى الرئيس بتاع الدومين اللي اسمه ايه، احمد دوت كوم. ده بتاع التشايلد وده بتاع التري. فخلاص انا مش عايزهم هنا، خلاص ما عادش ليهم لازمه. فانا ممكن اعمل لهم ايه، ديليت يس، رايت كليك ديليت يس. كمان لو انا فتحت هنا تولز الدي ان اس، هلاقي هنا كامل دوت كوم في بي دي سي واي دي سي. طب الحمد لله اتشالوا هما اوتوماتيك اهو. طيب
فاضل ايه كده؟ خلي بالك احنا الجهاز ده لسه عايش باسمه القديم. احنا المفترض حسب اللاب بتاعنا الجهاز ده كان اسمه EDC2، لكن في الديزاين الجديد اسمه ايه؟ BDC2. فتعالى بالمرة نغير الاسماء. هاجي هنا رايت كليك سيستم، واجي على ده اقول له لا ده انت هيبقى اسمك ايه؟ BDC2 change. اوكي ده هيبقى BDC2. اوكي كان زمان ما بينفعش نغير اسم الريس بتاع الدومين بعد ما نعمله، لكن دلوقتي الدنيا اتغيرت. كلوز ريستارت ناو، سيبه يعمل ريستارت. يس بالمرة ده كمان المفترض يبقى اسمه ايه؟ BDC3. في الديزاين بتاعنا القديم، الديزاين بتاعنا القديم كان اسمه RODC، لا ده هيبقى BDC3. تعالى بقى نروح عليه كده رايت كليك سيستم تشينج تشينج BDC3. اوكي اوكي كلوز ريستارت ناو. طيب تمام نقفل ده. دلوقتي بقى لو فتحنا اكتف دايركتري يوزرز اند كمبيوترز، خلاص بقى احنا كده ايه؟ مش عايزين للاي تي اي تي اليكس وكايرو وطنطا. الراجل بتاع كامل دوت كوم مش هيشغل باله الا بالمنظومه بتاعته بس، ملوش دعوه ولا بكايرو ولا بطنطا. فانا هنا هعمل ايه؟ اخد سلطان ده ارميه في الاي تي مباشره. يس واجي على اليكس مش عايزها خلاص. المفترض يعني ادلت بقى دول، اسيب اي تي بس كفايه. ونفس الكلام لسيلز، ونفس الكلام ل الاتش ار. تمام كده. طيب نروح بقى على ده، اتغير اسمه خلاص المفترض. الت كنترول الحمد لله. طيب نعمل لوجن تاني عليه بسلطان. ده لسه بيرستر. بص بقى لو انا فتحت هنا السيرفر مانجر، وعلى ده بقى الرايز بتاع التري، وده الرايز بتاع التشايلد. ده خلص اهو. الت كنترول انسرت، اعمل لون عليه بسلطان برضو. بص افتح بقى هنا تولز، هتلاقي بقى ايه ده هيبقى ليه اليوزرز والكمبيوترز الخاصين بيه. يعني الحاجات اللي انا مكريتها هنا ديت مش هلاقيها في ده، لان ده بقى دومينيها دومين مستقل. وده نفس الكلام، نفتح بالمرة السيرفر مانجر عليه. من تولز اكتف دايركتوري يوزر اند كمبيوتر، ومن هنا من تولز طب ده فتح اهو. بص بقى كايرو هتلاقي جوه ايه بقى؟ كاريت انت بقى الاو يوز واليوزرز والجروبز الخاصين بايه كايرو. الوحيد اليوزر اللي عايش هنا اللي هو مين؟ الادمنستريتور. الباسورد بتاعته كلمه باسورد اللي احنا دايما دايما كنا نغيره رينيم، ونسمي الادمن بتاع الدومين ده كنا دايما بنسميه فتحي. تمام اهو سميته فتحي، ومن جوه برضو هسميه فتحي. ده كايرو دوت كامل دوت كوم. اوكي اتاكد بس كده بروبرتيز اكاونت فتحي فتحي. اوكي ده الادمن بتاع الدومين اللي هو كايرو دوت كامل دوت كوم.
وهنا بالمرة Active Directory User and Computer. هنا هتلاقي برضو Account Administrator اللي احنا كنا دايما بنغير اسمه ونسميه ايه، Rename و وليد. وليد at احمد.com. اوكي زي الفل. دلوقتي بقى تقدر تسلم المسؤولية هنا لفتحي. فتحي طبعا خلاص بقى سلطان يطلع بره الموضوع. فتحي بقى يبدأ يعمل لوجن على الجهاز ده بالاكاونت بتاعه. ده كده اهو فتحي، وادي الباسورد بتاعته، فعلا عمل لوجن وهيلاقي نفسه طبعا ادمن هنا، وهنا نفس الكلام ساين اوت. تسلم برضو المسؤولية هنا لإيه، لوليد، وادي الباسورد بتاعته. تمام فعلا عمل لوجن هنا. نرجع احنا بقى نشوف ايه الشغل المفترض يتظبط ويتعمل دلوقتي. Tools Active Directory Sites and Services. اهو بص، لا مش ده، لسه بيفتح ده، خلاص اهو عمل لوجن هنا وده عمل لوجن. كانسل. يلا يا عم اهو بص، نتأكد ان احنا مظبطين السبنتس تمام، مظبطين السايتس تمام. طبعا في اليكس عايش مين، بي دي سي والاي دي سي. في كايرو عايش مين، ده المفترض يتغير اسمه دلوقتي. ده المفترض يبقى بي دي سي 2، وده المفترض يبقى بي دي سي 3. فاحنا عشان الدنيا تسمع معانا عشان الدنيا تشتغل معانا صح والدنيا تسمع معانا، مستنين بقى ايه عشان اسماء دول يتغيروا، يحصل ريبليكيشن ما بين الايه، ما بين السيرفرات. وعشان الدنيا تشتغل معانا صح، اول حاجة بنعملها بعد ما نعمل اكتر من دومين في الفورست، نظبط الدي ان اسات على كل ايه، على كل رئيس. يعني المفترض على البي دي سي تولز لو فتحت الدي ان اس هنا، هلاقي ان الراجل ده عنده ما شاء الله كافة المعلومات الخاصة بكامل دوت كوم. لكن لو حد ده سأل ده على اي معلومة خاصة بكايرو او احمد، ما عندوش. فاحنا الحل زي ما شرحنا قبل كده، اما من الكونديشنال في الوردرز، او اجي هنا اعمل حاجه اسمها ايه، ها نيو زون نيكست، واقوم جاي اعمل حاجه اسمها سكندري زون. سكندري زون تمام كده. طيب نيكست، عايز اعمل سكندري زون من مين، من كايرو دوت كامل دوت كوم. نيكست. الاي بي بتاعه كام، 192.168.200 صح كده. نيكست فينيش. يبقى انا كده المفترض يبقى عندي هنا نسخه فين، في السكندري زون، نسخه من كايرو دوت كامل دوت كوم. بس بشرط الراجل اللي عند كايرو ده يسمح لي ان انا اخد نسخه من الداتابيز اللي عنده الخاصه بالدي ان اس. فلازم اروح على بتاع كايرو واقول له، بقول لك ايه اهو، اجي هنا كده على كايرو، رايت كليك بروبرتيز، اقول له بقول لك ايه، زون ترانسفير، اسمح ان الناس تاخد نسخه من طب مين اللي اسمح له، اقوم جاي عاطيله. بس ايه، ها تعالى بقى ايه، اديله في الاي بي هات 192.168 ما بكتبش، شغل النملوك بس، 192.168.1200 ده الرئيس الاولاني في اليكس، 192.168.1201 ده الرئيس التاني في أليكس،
192 168 3 200. ده الرئيس الأولاني في طنطا، لأنه برضه هيحتاج نسخة من هذه الزون. 192 168 تلاتة، كفاية كده. يبقى 1 200 و1 201 و3 200، دول اللي هيجوا ياخدوا نسخة من هذه الزون. واقول له هنا ايه، خلاص كده اوكي، بيقول لك ذا ستريم. ماشي يا عم، اوكي ابلاي. اوكي روح بقى على ده، روح على ده، قول له كده ترانسفير فروم ماستر، واقفل الكونسول ده وافتحه تاني اهو، دي ان اس. المفترض الراجل ده بقى عنده نسخة. لسه برضه ما سمعتش. ترانسفير فروم ماستر، اقفل كده وافتح تاني، دي ان اس لسه برضه. طب تعالى نشوف لو احنا عملنا حاجة غلط هنا. انا قلت له هو ده خلاص، ما عدناش محتاجينه. اي دي سي ده الاسم القديم وده الاسم الجديد. انا قلت له بروبرتيز زون ترانسفير، اللاو 1 200 1 201 3 200 طبعا، والريبليكيشن هيحصل كل ربع ساعة. اوكي تعالى كده نروح تاني. بسم الله، اشتغلت اهي تمام، والراجل ده خد نسخة من الداتابيز اللي ايه اللي عند كايرو. طيب انا عايز اعرفه كمان، رايت كليك نيو زون نيكست سكندري زون، المعلومات اللي عند احمد دوت كوم نيكست، اللي هو الاي بي بتاعه كام، 192.168.3.200، خد نسخة منها وحطها عندك، نيكست فينيش. طيب بس لازم احمد يسمح لي بحاجة زي كده، فانا هروح على ده تولز دي ان اس، جاي داخل هنا اهو على احمد دوت كوم. بالمرة بقى هنا هظبط لكل الناس اللي هتاخد نسخة منه. شغل تو ذا فولوينج سيرفر، مين بقى؟ 192.168.192.168.1200 192.168.1201، دول الاتنين اللي في أليكس. 192.168.2200 طبعا لو كان في اديشنال في أليك في ده كده اللي في كايرو، لو كان في اديشنال منه كنا هنضيفه هو كمان. واقول له اوكي ابلاي. اوكي طب تعالى بقى اروح على ده، اقول له ترانسفير فروم ماستر، ترانسفير فروم ماستر، اقفل كده وافتح تاني تولز دي ان اس. مفترض يظهر لي كده بيانات او فعلا احمد. طبعا احمد بص، عند احمد الاسم القديم كان ار او دي سي، خلاص مش عايزينه ده. احنا غيرنا الاسم، خلينا بي دي سي 3. نفس الكلام هنا، ده ما غيرناش زي الفل. الفلاشة طبعا المفترض التعديل اللي يحصل هناك هيسمع عندي، بس بعد قد ايه؟ بعد ربع ساعة. اي تعديل في الدي ان اس هنا او هنا هيسمع هنا بس بعد ربع ساعة. طب دلوقتي الحمد لله بقى الدي ان اس اللي على كامل عنده نسخة من احمد وعنده نسخة من كايرو. طب والاديشنال، الاديشنال لازم تعمل فيه نفس الكلام تولز، واجي هنا في الدي ان اس بتاع الاديشنال، اها رايت كليك نيو زون نيكست، هوقف الفيديو، هعمل نفس الكلام هنا على ده ونرجع نشغل فيديو تاني اهو. تمام الراجل ده بقى عنده نسخة من كايرو وعنده نسخة من ايه، من احمد، زي الفل. يبقى كده الدنيا شغالة على ده وعلى ده كدين اسات تمام. لازم برضو اروح على بتاع كايرو، بتاع كايرو ما عندوش معلومات غير عن كايرو، رايت كليك نيو واديله بقى مين، اديله اليكس واديله احمد، اللي هو كامل واحمد سكندري زون نيكست كامل دوت كوم نيكست.
مين كامل دوت كوم؟ 1 9 2 1 6 8 2 200. لا مش 2 200، 1 1 200 ده بتاع كامل. نيكست. طبعا هو ممكن ياخدها من ده، وممكن ياخدها من 1 9 2 1 6 8 1 201، يعني ينفع ياخدها من ده او من ده. نيكست فينش. فالراجل ده المفترض بقى ياخد كامل منين؟ احنا ظبطناه له ان هو ياخدها اما من ده او من ده. طيب ما هو لازم كامل يسمح بحاجة زي كده، فاروح على كامل بقى بروبرتيز واقول له بقول لك ايه، المفترض بقى اديله كل السيرفرات اللي ممكن تيجي لي وتاخد نسخة من الدي ان اس اللي عندي. فاديت، احط له هنا بقى 1 9 2 1 6 8 الريس بتاع كايرو 2 200. اوكي اه صح، واضيف الريس بتاع طنطا 1 9 2 1 6 8 3 200. دول الاحتمال يجوا لي وياخدوا نسخة من ابلاي. اوكي روح على بقى الريس ده قول له ترانسفير فروم ماستر، اصبر بس عليه شوية، ترانسفير فروم ماستر، ترانسفير فروم ماستر، اقفل وافتح تاني كده بقى دينيس. المفترض ده يبقى عنده نسخة من كامل. طيب وده برضو لازم ياخد نسخة من مين؟ من احمد. نيكست سكند ريزون احمد دوت كوم. احنا كنا مظبطين احمد وقلنا له لو ده جالك ياخد منك اسمح له 1 9 2 1 6 8 3 200. نيكست، فانا هلاقيها نزلت على طول اهي، لان احنا مظبطين ده ان هو يدي لده لو طلب منه. طيب يبقى ده بقى عنده كايرو كامل واحمد، وده ما عندوش غير احمد. طب تعالى بقى نضيف له نيكست سكند ريزون، ده انا محتاج اديله كامل دوت دوت كوم. طبعا اول ما هيروح يطلب من كامل دوت كوم اللي هو 10 00 200، 10 00 200 ايه؟ 1 9 2 1 6 8 1 200 او 1 9 2 1 6 8 1 201، على طول هياخد منه، لان هو انا سمحت هناك ان هو فعلا نزل تاني. طب نديله كمان مين بقى؟ كايرو نيكست كايرو دوت كامل دوت كوم. نيكست عند مين بقى كايرو ده؟ عند 1 9 2 1 6 8 2 200. اها فينش. بص هتنزل له برضه لان انا سمحت، زي الفل كده. يبقى اول حاجه بنظبطها بعد ما نسطب الفورست بتاعنا بالدومينز اللي جواه، نيجي على الدي ان اس سيرفر اللي على كل رايز داخل فورست، نعرفه الدي ان اسات التانيه اللي معاه في نفس المنظومه. تمام. حاجه كمان هنحتاج نعملها هنا من اي رايز فيهم، تولز اكتيف دايركتوري دومينز اند تراستس. احنا عندنا في المنظومه بتاعتنا دلوقتي اهو، لو رجعنا للديزاين بتاعنا، عندنا كامل وتشايلد منه، باي ديفولت في تراست ما بين كامل وكايرو، والتري بيثق في كامل، ده الاب وابنه وده الاخ واخوه، صح كده؟ احنا عايزين نبني تراست تبقى ما بين الابن وعمه، او العم وابن ايه؟ ابن اخوه، عشان نسرع عمليه اللوجن شويه. فانا هعمل ايه؟ دي مهمه جدا، هاجي هنا اقف على كايرو او اقف على احمد. على كايرو مثلا هقول له والله انا عايز ايه؟ بروبرتيز، اعمل لك تراست، نيو تراست، نيكست مع مين بقى؟ مع احمد دوت كوم، عشان تثقوا في بعض، ما تحتاجوش بقى كامل يتدخل ما بينكو كوسيط يعني. نيكست تو واي طبعا، نيكست عندي وعنده، نيكست هيسألني على اكونت طبعا كامل سلاش سلطان بالباسورد، ليه صلاحية على الاتنين دومين. نيكست طبعا لو كتبته غلط هيقول لي مالكش صلاحية. تمام. نيكست 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 فينش. اقول له هنا ايه؟ اوكي. طبعا لو رحت على احمد دلوقتي وقلت له بروبرتيز، هتلاقي ان احمد كمان في تراستس
بقى بيثق في مين؟ في كايرو. طبعا التراست اللي بتتعامل ما بين اتنين دومين داخل الفورست الواحد بيسموها شورت كات تراست، دي انا اللي عاملها، انا اللي عاملها بايدي. يبقى احنا بعد ما عملنا الفورست ظبطنا الدي ان اسات وظبطنا التراست. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ اوكي. طيب اخر حاجة بقى عشان نبقى قفلنا الحتة ديت، لو دخلت دلوقتي على البي دي سي ده مثلا، فتحت تولز اكتف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز، انا اهو فتحتها تحت، هلاقي ايه بقى؟ ان احنا عندنا اليكس في اتنين سيرفر بي دي سي ودي سي، الاتنين دول مراية من بعض، اي تشينجز هنا بتسمع هنا. كايرو في بي دي سي 2 اهو، بص اتعدلت هنا اهو، سمعت بقى بعد ما حصل ريبليكيشن ما بينهم. بي دي سي 2 ده الوحيد المفترض برضو نعمل لكايرو اي دي سي 2 الخاص بيه، عشان لو ده وقع يبقى فيه باك اب، باك اب ليه طبعا، والحمل يتوزع ما بينهم برضو. في طنطا برضو هنا الدنيا سمعت، ده بقى بي دي سي 3 والمفترض برضو يتعمل واحد ايه، واحد باك اب. تمام كده، احنا كده قفلنا الجزئية بتاعت الفورست. وقف الفيديو ده على كده.